الله أكبر. 27/7/2012 تم الاستيلاء على زين من حاجز الدلازين في معركة نعمان، وتم تحرير الحاجز بأكمله من قبل كتائب الجيش الحر في معركة نعمان. الله أكبر الله أكبر. كتيبة شهداء النصر شهداء الحمد والشكر لك يا الله أكبر. الله أكبر. معركة نعمان تم الاستيلاء على حاجز البلدي في معركة نعمان، وتم الاستيلاء على زيل عدد 2 في معركة نعمان، تعاون مع كتائب جيش حر في معركة نعمان، كتيبة شهداء معركة نعمان، كتيبة شهداء النصر. صور الله أكبر الله أكبر الله أكبر.